صباح جديد، حركات جداد. جوج الحوايج ما كنساوهمش ديما: كنشربوا الماء مزيان وكنقوم بالحركات التسخينيه قبل ما نبداو لي زيكزارسيس ديالنا. الحصه ديال اليوم غادي نخدموا ديفيرون تيب ديال الكيناج ملي كيعاونونا باش نربحوا في لا سوبليس في لو كور ديالنا. تشوفوا لي زيكزارسيس ونرجعوا. ليكزارسيس الاول غادي نبداو اون بوزيسيون دو كيناج. غادي نبدا هنايا، غادي ندفع لو بوا ديالي كامل اللور حتى نحس بليتيرمون او نيفو ديال لي كويس. غادي نرجع هنايا بوزيسيون دو كيناج، ندفع لو بوا فيغ لي طالون. غادي نكمل هنايا واحد 10 سكوند ونعاودها من 3 حتى ل 4 فوا. ديما لو فونتر ديالي مزير مزيان، ولا رديتو البال فاش كندفع كنحاول نحط لي طالون او سول. ونعاود نرجع هنايا، غادي يكون هذا هو ليكزارسيس الاول. نشوفوا ليكزارسيس الثاني. ليكزارسيس الثاني غادي نرجعوا ديما اون بوزيسيون دو كيناج، نزير لو فونتر مزيان. هاد المره غادي نجيب لو جونو في لو كوتي فاش غادي ندفع لو بوا كامل ديالي، غنرجعوا اللور ونعاود نهبط. كيناج جونو فيغ لو كود، ندفع لو بوا ديالي فيغ لي طالون. نعاود نرجع، ما ننساش لا ريسبيراسيون ديالي. هنايا غادي ندير واحد دي ريبيتيسيون في لا دروات، ومن بعد ندير دي ريبيتيسيون في لا غوش. غادي نهبط هنايا، غادي يكون هذا هو ليكزارسيس الثاني. نشوفوا ليكزارسيس الثالث. ليكزارسيس الثالث غادي نحط لي بغا هنايا، غادي نحاول ندفع لو بوا كامل ديالي فين كاينين لي طالون، تنحس بلي تيغمون او نيفو ديال لي كويس، وغادي نبدا نهبط ان جونو من بعد الاخر. هنايا باش نخدمو لا سوبليس او نيفو ديال لي كوادريسيبس، وهنايا اللور ديال لي فيسيي ديالنا وديال الفخاد. كنحاول ندفع باليدين ديالي مزيان اللور باش هكا نخدم المشكل ديال لا سوبليس اللي كيكون عندي في الفخاد ديالي. ما ننساش لا ريسبيراسيون، وهنايا نحاول ندير واحد 30 ولا 40 ريبيتيسيون، وغادي نرجع هنايا بشويه. غادي يكون هذا هو ليكزارسيس الاخير. نشوفوا النصائح. كيف ما شفنا لي زيكزارسيس اللي درنا اليوم هما كانوا سورتو بوغ الناس اللي عندهم مشكل في لا سوبليس في الفخاد ديالهم. كنردوا الباب بزاف ديال لي زيكزارسيس كنديروهم، وكنعطيو دو فارياسيون للناس اللي كيكونوا عندهم رجلين سوبل كيقدروا يديروهم، الناس اللي كيكون عندهم مشكل في لا سوبليس. الوغ هاد لي زيكزارسيس هادو اللي درنا اليوم يبداو ياكدوا عليهم، يقدروا يديروهم في الديبي ديال لا سيونس ولا في لافا باش هكا يغيكوبيراو شويه واكتيفيو داك لو موسك اللي ما كنكونوش كنخدموه بزاف، ولا كنكونوا كنخدموه وما كناكدوش عليه في لي زيكزارسيس. وهاد التمارين اللي درنا اليوم كنقدروا نشوفوهم بزاف الناس اللي كيديروا اليوغا، حتى هما كيديروا هاد لي زيكزارسيس هادو، حيت كنعرفوا ان اليوغا كتهتم بزاف بلا سوبليس، كتهتم بزاف بلا ريسبيراسيون. الوغ ما فيها باس نجربوا شي حوايج جداد باش هكا نبدلوا لا روتين ديال لي زونترينمون ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. نشوفكم في الحلقه الجايه. بالسلامه.